سعيدة. للأسف عم نطل بعد ثواني قليلة على انتهاء الحفل يلي كان ببعلبك. مثل الواحد فاق من النوم، فاق من حلم كان عم بيشوفه، فاق من شيء كتير حلو، من لبنان يلي منعرفه، لبنان يلي منحلم فيه، لبنان يلي كنا تعودنا عليه، لبنان الفن، الرقي، ثقافة، الحضارة. للأسف تقريبا ساعة من الوقت سرقناهم بسنة 2020 من بعلبك لكل لبنان، ولكن خلصوا، رجعنا لواقعنا الأليم، رجعنا لواقع اللي شدناه بهذا الأسبوع من حالات انتحار، رجعنا لواقع لأزماتنا المعيشية والاقتصادية اللي عم تتفاقم وما عم تخلص، من سعر الصرف لغيرها، رجعنا لواقع سياسي بين حكومة باقية أو فالة وبين صراعات سياسية ما عم تخلص. للأسف كان لنا حظ بساعة واحدة بس بال 2020 لحتى نكون عم نفرح بلبنان يلي منعرفه، وباقي الوقت عم نترحم على لبنان يلي كنا عايشين فيه وعم نتأمل انه يرجع يوما ما. حلقة بالمباشر بتنطلق، وللأسف عن جد بخجل انه رح نكون هلأ، واكيد يمكن ضيفة النائب سليم سعادة عضو الحزب السوري القومي الاجتماعي يمكن بتشاركني الرأي بهذا الموضوع، انه رح نحكي هلأ أرقام، رح نحكي اقتصاد، رح نحكي سياسة، بس اكيد بعيد عن الجو الموسيقي والفني والحضارة اللي كنا عم نشوفه من بعلبك قبل شوي. 100% غير جو كليا. للأسف، وبتذكر المشاهدين فيهم يكونوا عم يتفاعلوا معنا بهذه الحلقة على تويتر من خلال هاشتاج بالمباشر، على الفيسبوك من خلال أسئلتكم وتعليقاتكم على صفحة بالمباشر، وكمان من خلال التصويت على تويتر على سؤالنا هل أنتم مع عودة سعد الحريري بشروطه لرئاسة الحكومة. رح أبدأ معك سعادة النائب سليم سعادة، عرفت عنك بالمقدمة كعضو بالحزب السوري القومي الاجتماعي، أنت اليوم عضو حزب قومي أو حزب مصارف؟ أنا عضو بالكتلة القومية الاجتماعية. تمام. وحزب المصارف هيدا كتلتنا بمجلس النواب اسمها الكتلة القومية الاجتماعية، أنا عضو فيها أكيد، عارف كيف. هيدي قصة حزب المصارف ولا حزب الحكومة ولا شيء، هاي كلها يعني خليني أقول إنه هاي كل الأخبار بلبنان بالجرائد بال والإذاعات الإعلام نعم بيحطهم هيك، بيصنفهم بهالبيئة هيدي، بس هي إنه ما فينا نقول إنه ما في لا أساس، في لا أساس إنه مصرف لبنان عم يجرب يدافع عن حاله وعن أخطائه وعن خطاياه كمان يعني، والبنوك عم يجرب يدافع عن حاله وعن أخطائه وعن خطاياها، والحكومة لأنه جديدة ما عندها يعني ما عندها تركي وراها، ما عندها يعني بعد لهلا ما سمعنا انه وزير طلع عليه قصه ولا شيء ولا كذا، يعني ما في شيء ماضي عندها الحكومه جديده وجامعه شباب نضاف وصبايا نضاف ومتعلمين ومهذبين ومنهم مسيسين كثير وبعدين منهم محمسين يعملوا شعبي، يعني جو حلو جديد، طبعا في بالنتيجه في نفوذ خارجهم وفي سلطه شقف منها خارجهم، بس انه يعني بقى عم تحكي انت هيدا يعني النظام القديم، خلينا نقول مصرف لبنان والمصارف نعم، وهودي الشباب والصبايا جايين عم يفكروا بنظام جديد، يعني عم يفكروا بانطلاقة جديدة، عارف كيف بقى، في اساس انه الصحة انه شيء هون، بس اذا بترجع بتفوت بالارقام انت بتلاقي انه ما في خلاف على شيء يعني بالموضوع، انه خلاف بين الحكومه وبين لجنه التقصي وبين انا عم بحكي على الارقام ما في خلاف، في كيف خلاف؟ خلاف في خلاف على الفرضيات، انه الحكومه بدها تعمل هيركات على اليوروبوند 75%، المصارف طبعا هي بتحمل 15 مليار دولار يوروبوند، عم جرب تعملها 60% مترها 60 نعم، عارف كيف، في مصرف لبنان في 33 مليار دولار بيستحقوا بين 2028 و2040، بيقول هودي ان ذا لونج ران يعني هلا مش بالضروره نفوتهم بالخسائر، بينما الحكومه بتقول لا ما نفوتهم بالخسائر، هودي بس هاتنين نسول الباقيين، هلا هو اثنين اذا بيعدلوا الارقام بيصيروا نفس الشيء، الارقام اذا بتترك اقتراح ال 60% وبتطوا 33 مليار وتفوتهم بالخسائر بيصيروا مثل بعض نعم، نفس الشيء بدي اقول لك اكثر من هيك، الخسائر مثل ما نازله بخطه الحكومه على سعر 3500، عمال السعر 5500 بتدوبل الخسائر، يعني كلها هيدي احد المشاكل تبع الخطه، انا حكيت فيها اول ما اجتمعنا بلجنه البنيه الموازنه، اول مشاكل الخطه هي انه معموله بالليره اللبنانيه نعم، يا حبيبي نحن ما فلسنا باللبناني، نحن فلسنا بالدولار،
المصارف فلست بالدولار لما بطلت تحول للمودع وبطلت تعطي مصرياته. الخزينة فلست بالدولار لما امتنعت تدفع اليوروبوند. مصرف لبنان قام ايده عن سعر صرف الليرة قال ما بقى لي عليها انا لانه فلس بالدولار ما بقى عنده احتياط يدعم سعر صرف الليرة. نحن مشكلتنا بالدولار حبيبي، حط لي انا وعنا كاش فلو بروبلم بالدولار، حط لي مشكلتي بالدولار بتختصر ليها وجهين. ما بدها كل هالقصص تريليونز اوف لبنانيز باوند. يا عمي العملة الى مزيتين العملة. نعم. المزية الاولى اتس يونت اوف ميجر، انه وحدة قياس، هاي بتسوى 1000 بتسوى 2000 بتسوى 3. في مزية تانية مهمة كثير بالعملة اتس ستور اوف فاليو، تختزن قيمة ما. يعني هلا بتقول لواحد فلاح او بروفيسور 100 دولار براسه بيركب سلة، شو هاي شو ال 100 دولار بتشتري له؟ شو بتجيب لي؟ ايه هلا شيء باللبناني بطل في بطلت تختزن قيمة معينة، صارت عملة فيرتشوال، عملة وهمية العملة اللبنانية. ما فيك تعمل تقرير تعمل خطة على اساسها مع عملة وهمية. مين قال لك 3 و500؟ مين قال لك مش 5؟ مين قال لك مش 7؟ يعني بقى الموضوع بأساسه بالأساس عال بدك تحط آخر شيء عن الموازنة باللبناني حط، بس بالأساس أنت مشكلتك بالدولار عرضها بالدولار أول شيء. تمام. ليش أنت فيت علي على اللبناني وتريلز وتضيع الدنيا سبب وكذا آخره؟ ليش هو ما هو بلومبرغ حكيها بجملة واحدة، بلومبرغ بعد جملة واحدة أنه يا غي خسائر القطاع المالي 70 مليار دولار خلصنا. نعم. بلا كل هالميات الملايين وميات الألف المليارات البلا طعمة، وهي عملة وهمية صارت العملة اللبنانية، نسيها شو بدك فيها؟ رجع للعملة إلى ستور اوف فاليو اللي هي الدولار على القليلة تعرف كيف وضعك يعني. بقى هيدي يعني أحد المشاكل اللي فاتوا فيها قصة الاكسشينج ريت اللي عم تستعملها أنت يلي هي ما لها طعمة، فيك تفترض كل يوم اكسشينج ريت شكل عن التاني. طيب هلا اللي صار، كان في الحكومة، كان في مصرف لبنان، في لجنة التقصي، ايه؟ طلعتوا بتقرير معين. التقرير المعيد مش تقرير معين، هذا التيبل عن جد إبراهيم كنعان شغل شغل حلو يعني، هو والشباب هو ياسين جابر ونقول نحات طلعوا انه يا خيي هيدي الفرضيات تبع خطة الحكومة وهيدي فرضيات السنترال بانك ومصرف لبنان. نعم. بيتفق على الفرضية، بدك هيركات 60% شيء، بدك هيركات يعني كله، بس بالنتيجة اتز ذا سيم. بقى انا ماني شايف انه حتى هلا اكثر شيء عم يتسلى فيه هو صندوق النقد بيقولوا روحوا اتفقوا. شو بنتفقوا؟ انت عندك مانيو على كارد نقل بدك اياه. نعم. كصندوق نقد يا خيي انا بدي نقل اعلى امشي. نقل ايه ليش؟ بدي اخذ ال 75. هلا بجوز كمان صندوق النقد بيرتاح اكثر بالارقام الاعلى لانه في سعد اكثر، بجوز ما بعرف انا. نعم. ماني قاعد بقلبه، وبجوز الحكومه اخذت اكستريم يعني اعلى ارقام لانه بجوز برايها بيساعدها صندوق النقد اكثر. اي دونت نو يعني انا ما بعرف يضل الموضوع شيء، بس انا عم اقول هذا كل المشكل مفتعل بأساس خارج الموضوع القانين على بلانس شيت. لك البلانس شيت رقم ميت، هذا بالماضي بلانس شيت، هذا رقم ميت. نحن مشكلتنا بالفلو بالداينامكس بالاقتصاد، بتقول هذا ستاتيك وهذا دايناميك. ستاتيك مثل ما هو ما له قيمه، هذا راح مضى. الدايناميك كيف الفلو ماشي، كيف الاتجاه ماشي. نحن عنا دولار كاش فلو بروبلم، عنا مشكل طويل عريض بهالموضوع. عم نفتش على صندوق النقد الدولي اذا بدينا مصاري تنسد هالفجوه بالكاش فلو، تيجي هالصندوق النقد الدولي يسد لنا هالفرق حتى بعدين ترجع وضعنا يتحسن او يرجع الى توازنه. عنا مشاكل كثيره نحن، بس كلها ان دولار، كلها ان دولار، ما قال عليها بهيدي قصة الخسائر. خسائرنا ان شاء الله 100 ولا 50 ولا 10 doesn't make a difference، ما بتعمل فرق شيء ابدا بموضوع الخطة وبموضوع صندوق النقد الدولي، ما بتعمل فرق ابدا. رح يديننا صندوق النقد برأيك؟ والله هيدي يعني هيدي انا ما بعرف، لانه في اشياء يعني صارت واضحة. هلا هني بيحكوا صندوق النقد بكبروا الكلمه بيقولوا اصلاح ريفورم، هو مش حتى طالب اصلاح، طالب تصحيح مالي. نعم. هل الحكومه بتتشرجي تعمل تصحيح مالي؟ يعني بتتشرجي تشيل 1500 تبع سعر الصرف بمصرف لبنان بالخزينه بتحط محله 3500 بتسترجي؟ هل بتسترجي الحكومه ترفع سعر الكهرباء؟
صار 30 سنة ما في حكومة استرجت رفعت سعر الكهرباء. أنا عملت استدي لو 5% بالسنة زدنا سعر الكهرباء ما كان عندنا خسائر بالكهرباء. نعم. هل بتسترجي الحكومة؟ هي كله تصحيحة، ما في إصلاح. الإصلاح اتس بيج اسم كبير، هي الإصلاح شغل كبير كثير، هيدي بتاخد عشرات سنين عقود تتعمل إصلاح بالمعنى الحقيقي للإصلاح. نحن عم نحكي بس بموضوع التصحيح المالي، حتى لأنه الصندوق النقد بيقول لك يا خيي مهضومين هن، أو دي بنك تجاري يعني بنادي صندوق، بيقول لك يا خيي أنا بدي دينك، بس هلا كيف بدك ترد ليهم؟ مثل أي بنك بيقول لك كيف بدك ترد ليهم؟ إذا بدك ترد ليهم بدك تعمل 1 2 3 4، تطلع المصريات بدينك اياهم، ما بتعمل هيك شو بدي اعطيك مصاري انا ما برجعوا له. صحيح. بقى it all depends، يعني خلينا نقول الله يساعد على الحكومه، لانه نحن قاعدين بريميل متحرك كويك ساند، كيف ما بتتحرك تغرق اكثر، كيف ما بتتحرك تغرق اكثر. دام اف يو دو اند دام اف يو دونت، يا ويلك اللي اخذت تدبير ويا ويلك اللي ما اخذته. ايه هلا كمان الناس بتزيد على الحكومه انه ايه ما عملوا شيء بعدك، يا خيي عم تحكي كل الحكومات الطائف ما عملت شيء 30 سنه ما عملت شيء، هلا بدك حكومه بثلاث اربع شهور يعني تشقلك الدنيا كلها سوا، كمان ما انه معقول الموضوع هذا. طيب بس يمكن الان صار الانفجار على وقته، يعني الدولار صرنا عم نشوفه ب 10,000 على وقت هيدي الحكومه، الاسعار ارتفعت بهذا الشكل الجنوني على هيدي الحكومه، هيدا ارتفاع الدولار لبلش من هون سياسي او مالي؟ يعني واقع او سياسي؟ بدي ردك شوي هيك احكي لك خبري شوي عن موضوع اول واحد. بتعرف شو اهم فورميلا بالعالم، اشهر فورميلا بالعالم شو هي؟ لاينشتاين. اي ايكوال ام سي سكوير، انرجي بتساوي الماس بسرعه الضوء ملتبلايد توايس ام سي سكوير. هيدي اشهر فورميلا بالعالم. شو تاني اشهر فورميلا بالعالم؟ عاملها واحد اسمه ايرمن فيشر بكتابه، ايه افتكر 1911 عمل الكتاب تبعه، عارف كيف؟ The Purchasing Power of Money، يعني قوة المال الشرائية. نعم. فورميلا مثل تبع اينشتاين كمان كلمتين ثلاثة، عارف كيف؟ P equal M times V over T. بالمختصر أوكي. كل ما بتطبع مصاري كل ما بيصير عندك تضخم، بالمختصر المختصر، وبنفس الدقري تقريبا بالمختصر. هلا بعدني عم بحكيك على الليره، سامع حكيتك على الدولار. هلا بالدولار فوق انه عم تطبع مصاري انت وعم بيزيد وعم يعمل تضخم، الا انه في شح بالدولار. صحيح. وموضوع الكورونا ما ساعد لما سكر المطار، وموضوع انه مصرف لبنان بده يسفق هالالكترونيك ترانسفيرز ياخذهم ويعطي اللبناني محلهم ما ساعد، وموضوع انه البنوك بطلت تتحول دولار للعالم ما ساعد، وموضوع انه التحويلات من برا لو ما ساعد، يعني عم نحكي بشح الدولار. بقى مختصر موضوع الدولار، ليرات كتيرة عم بتطارد دولارات قليلة، هذا المختصر المختصر المختصر. يعني إذا هيك مشكل بالسبلاي، في مشكل بالديماند من جهتين، هذا الموضوع. اذا هيك رح تضل فيلت القصة، ما بنتوقع يرجع ينزل، او مثل ما البعض بيقول رجع للاربعة او للثلاثة ونص. ما فيش هذا كله حكي، ما حدا في يعرف فيه هذا الموضوع. It's a question of supply and demand. اذا لسبب من الاسباب بكرة، هلا الكورونا هلكتنا كمان نحن، عارف كيف؟ إذا لسبب من الأسباب تغير موضوع الدولار، صار عنا وضعنا مرتاح بالدولار أكثر، إيه بيرتاح شوي السوق. بس طالما إنه عنا هالشح بالدولار، وطالما عنه كاش فلو بروبلم، عنا كاش فلو بروبلم يا أخي. ما هو أساسا مصرف لبنان أول واحد فرط بهالتركيبة كلها، قبل المصارف وقبل الخزينة. نعم. أول واحد شال إيده عن سعر الصرف ومصرف لبنان، قال أنا ما بقى فيني أحمله. حاطت مصرف لبنان 27 مليار دولار دعم لسعر صرف الليرة. صحيح. يعني عزم الشعب اللبناني كله على دولار رخيص، دفع أكبر عزيمة بتاريخ البشرية، 27 مليار دولار دفع، ما بقى عنده خلص يا خيي. بقى هي الموضوع فالت فالت، ما له حدود. إن شاء الله بتحبس كل الصيارفة وكل رأس البنوك وكل الموظفين مصرف لبنان. موضوع الدولار فالت، حتى شوية يرتاح موضوع السبلاي والديماند. يعني مثل ما نحن هلأ ليرات كتيرة عم بتطار الدولارات قليلة، والوضع ماشي من سيء إلى أسوأ، ما له نهاية هذا. طيب المعالجة برأيك، هلأ وصفنا الواقع، المعالجة شو الحل؟ عمل لك المعالجة، عنا نحن فجوة بالكاش فلو. كيف بدك تحله؟ الدولار كاش فلو، يا صندوق النقد الدولي بدينك مصاري تتشد هذا الموضوع. هلا مش صندوق النقد الدولي، مش انه بس بدينك مصاري،
خي نحن هلا هي بلد بتضحك، هيدي بلد، هيدي بلد مهرجين. انت يا خي فلست كحكم كنظام يعني كملوك طوائف، هذا انا بسميه الحكم المسطح، حكم ملوك الطوائف. انت يا حبيبي فلست وجاي تعمل وكيل تفليسي، ما فيك تفلس وتعمل وكيل تفليسي، ما فيك، ما حدا بيفلس بيعمل هو وكيل التفليسي. رايحين عند صندوق النقد يعمل هو وكيل التفليسي، يعني هو اللي بيكفلن، هو الكفيل وهو العراب وهو اللي بدينن وهو اللي بيشجع سيدر وهو اللي بيشجع البنك الدولي. رايحين لعنده وكيل تفليسي لانه ما حدا بالعالم بيقبل نحن هذا حكم الملوك الطوائف المسطح يكون هو اللي فلس وهو يعمل وكيل تفليسي، ما بيقبله يعني، ما بتزبط هيدي. بس منين بدك تجيب العالم اليوم لهن يديروا هالتفليس اذا هيك؟ ايه؟ كيف بدك تجيب العالم يديروا هالتفليس؟ مين بده يديره؟ هلا هي الموضوع الموضوع لحديت هلا مسكر. نعم. عنا هلا خليني انا بلش انا بخطه الحكومه لانه لازم اخبرك من الاول. يلا. مفلوق انا من هون. بلشت الخطه الحكوميه اول جمله انه لبنان هارر ان فري فول يعني. يا خيي قل لي ليش عم جهل الفاعل؟ قل لي ليش صار هيك بالاول؟ قل لي يا عمي ليش صار هيك؟ قل لي نحن في عنا مجتمع متعدد الولاءات الطائفيه. هذا فات بحرب اهليه، تطلعنا من الحرب الاهليه انجبرنا نضع الحكم الهرمي المركزي التسلسلي ويحط محله حكم مسطح، حكم ملوك الطوائف، هودي حكمنا، ملوك الطوائف حكم مسطح. واسوأ القرارات تجي بالحكم المسطح، ومش بس أسوأ. اذا اجى قرار بياخد القرار وقت، واذا طلع بيكون قرار عاطل يعني. بقى نحن اول قرار عملوه ملوك الطوائف سطحوا الدولار. نعم. ثبتوا سعر صرف الدولار. ونزلوا يدينوا بالدولار. انا قلت لك بال 2002 انا كاتب مقال بجريدة النهار ب 20 اب. ابدا هندسة مالية او هندسة افلاسية، حطيت انه يا خي هيدي لما انت بدك تصرف وتبعزق، ولما بدك تثبت سعر صرف الدولار، ولما بدك انت تتدين بالدولار، هيدي وصفة افلاسية من الطراز الاول. هيدا بال 2002 انا حكي هالحكي من 18 سنة. ايه ما حدا بده يسمع، ما حدا بده يسمع، ما حدا بده يقرا اقتصاد. بالنتيجة هذا الموضوع سطحوا الدولار. والأسوأ من هيك ب 17-20 طلعت الثورة. أنا بحب سميها ثورة، مش عاطل نسميها ثورة. كمان ثورة مسطحة. هلا عنا حكم مسطح، حكم ملك الطائف، عنا ثورة مسطحة لسبب نفس السبب، أنه مجتمع متعدد الولاءات الطائفية ما بيطلع منه هرب، حتى بالثورة ما فيها هرب نحن عنا. وعنا دولار مسطح لحديت هلا البنك المركزي والخزينة ما بيسترجوا يتخلوا عن سعر ال 1500 للدولار، ما بيسترجوا، بخافوا انه بتقوم الدنيا كلها سوا عليه، ان هيك وما ملحقين عني. بقى دامي في دو دامي في دون. هذا الموضوع باساسه، ونحن ليش تنجهل الفاعلين؟ قول يا اخوان هودي ملوك الطوائف مع الجوكر، طبعا مع حكم مصرف مين هو الجوكر؟ هودي هن هول الحكام تبعنا، هودي هن السبب الاساسي. ثبتوا سعر صرف الدولار وتدينا بالدولار. وهلا كله وقع على، مش بس هيك عملوا هندسات ماليه يعني، اخذوا لبنان كله على الكازينو، لعبوا قمار بالمستقبل وروحوا حتى المستقبل، يعني تدينوا على المستقبل، عارف كيف؟ وهلا هاي الورطه اللي فكروا انه بنطلع منها بسنه وباثنين وثلاثه اربعه خمسه غلطان، هيدي عقود عشرات السنين اذا قدرنا طلعنا من هالورطه. بس كيف ممكن نتعايش معها؟ يعني قبل شوي حكيت انت عن كيف فينا نعمل حركه اقتصاديه. لهلا مشو بعد ما في خطة اقتصادية، في شعار توجه شرقا يعني هيك. تقلك شو مشكلتنا نحن هلا؟ نحن عنا أول شيء نرجع لعافيك إنه ذكرت موضوع الاقتصاد، لأنه بالأساس كله أساسه بالاقتصاد. يعني حتى كل الحكي اللي بيحكوه البزنس مان والبانكرز والفاينانس بيبول كله أساسه ايكونوميك ثيوري، كله أساسه اقتصاد. نحن بلد مخصي اقتصاديا، مخصي، تعرف مخصي؟ مخصي. ليش مخصي؟ دولار رخيص، ما فيك تنافس شيء جاي من برا اذا دولارك رخيص. فايدة عالية، اذا بدك تعمل اي شيء استثمار بالزراعة او بالصناعة الفايدة عالية، عارف كيف؟ هيدا مشكلتك التانية. سيولة ما في، البنك بتروح لعنده مصرياتها ما بيعطيهم، لا تقلون انه يدينك مصاري. والرابعة شغلة، الرابعة الكارثة كمان، بنى تحتية خربانة بدءا بالكهرباء وانتهاءا بالنقل العام، وصولا للي بدك اياه للبيئه، وصولا لكل شيء للنفايات اللي بدك. طيب يا خيو، اجى فوق كل هذا الموضوع الاعاقه الاقتصاديه، اجى الكورونا عطلنا موسم السياحه يلي بيطلع 20-30% من من
من الحركة الاقتصادية عطلنا إياه، لأنه هيدا مصنع سياحة ما حدا بيقشطنا فيه، بيجوا من برا الشباب والصبايا بيسوحوا عنا اللبنانية كل سوا، ما حدا في قشطنا. بقى نحن عنا وضع، إذا الاقتصاد ما تنشط ما نمي ما كبر مضحك حالك، كيف بدك أنت ترجع توقف عجراك إذا اقتصادك بعده ميت؟ يعني عندك صحيح. ركود وعندك انكماش وعندك تراجع من كل الجهات. يعني هلا كلهم بيخبرونا عن الاقتصاد المنتج، الانتقال من الريع الى المنتج، مشان هيك نعطي الحكومة حقيقتها انه كتير هني عندهم طموح انه يمشي معهم صندوق نقد الدولي، مش بس يعطيهم مصاري الا انه كمان يعني يدعمهم تجاه سادر وتجاه البنك الدولي الاخري حتى يأمنوا كاش انفلو. ما نحن عنا مشكلتنا بالدولار، يعني عنا كاش فلو مشكل، بدنا كاش انفلو تيعدلوا بعضهم شوي. اذا هيدا هلا خلينا نقول احنا بجوز انا بعطي لهالخطة تشانس 10%، بس ما عنا شيء احسن، اللي عنده شيء احسن يحط خطة. نعم ما عنا شيء احسن. هلا بتقلي روح على الصين، بقول لك ايه بتمنى روح على الصين، هلا وسهلا فيني اجي الصين، ما عندي مشكل، بفتح على الصين، بفتح على ايران، بفتح على مين ما بدي. انا بفتح كل العالم، ما عندي مشكل، بس هيدا ما بيلغي هيدا، هيدا ما بيلغي هيدا، لا ما بيلغي هيدا، لانه هيدا صندوقنا الدولي هيدا. لكن شفنا حركه الصينيين والعراقيين تحديدا بهاليومين، ايه ليش لا، ما بيمنع، بالعكس يمكن يعطونا يريحونا جزئيا بموضوع النفط او بموضوع الكهرباء، ات وود بي اكسلنت اذا بيريحونا. بس هو حدا يفكر انه هيدا بيلغي حاجتك لصندوق النقد اذا اعطاك هلا صندوق النقد هو ما يفهم مع ارقام الحكومه يعني. نعم بس بده يتسلى بانجل، بيقول له انت روح اتفقوا، شو بده يتفقوا، ما بيتفقوا، كيف بيتفقوا؟ واحد بنك عم يدافع بيقول لك يا خي انا بدي هيركات 60، شو بده الحكومه عم تخلصها؟ ما في دفاع بهالموضوع، في فرضيات ياخذ صندوق النقد، اخذ فرضيات الحكومه على كل حال. طيب يلا هي معنا غلط يعني. تمام، في نظريه عند البعض بيقول يلي عم بيصير اليوم، انت عم تحكي عن ملوك الطوائف وحكمهم، عن الحكم المسطح، عن كل شيء، بس البعض بيقول لك انه لا، اللي عم بيصير هو مؤامره، الامريكان هن عم يخربونا. ايه هيدي نظريه المؤامره دائما بلبنان موجوده. انا حكيتها مره قبل، قلت يا خيي نحن لا فلسونا الايرانيين ولا فلسونا الامريكان. نحن فلسنا حالنا، نحن هذا الحكم المسطح فلسنا. ايه فلسنا يا اخي، سامع قصة بحياتك انه باليورو بوند تدفع واحد والتاني ما بتدفعه؟ انا بفهم ما تدفع اثنين، ما بدك ما بدك تخبي مصرياتك للطحين ولا الميزوت، وبتدفع بتدفع اثنين ما بدك تفلس، بس تدفع واحد بنوفمبر والتاني ما بتدفعه بمارس، معناتها انت ما عندك قرار، انت ضايع. هذا الحكم المسطح ما في قرار، ضايع الطاسة. هلا شو الموضوع بالبلد كل سنة؟ ما في قرار، ما في قرار على شيء. هلا كل شغله بتشوف راح هيدا عند هيدا وهيدا عند، لانه ما في قرار، ما عندك قرار. هذا البلد مصاب، اكبر كارثه حلت عليه هذا ملوك الطوائف، هذا الحكم المسطح، كارثه حقيقيه. يعني مشكلتك بالنظام قبل ما تكون بالمال وبالاقتصاد، مشكلتك بالنظام السياسي قبل ما تكون بالمال وبالاقتصاد. ايه هلا مشكلتي هن اللي هن المشكل الاجتماعي السياسي هو اللي وصلني للمشكله الماليه. نحن بالحرب الأهلية بسيطة، وقت اللي كان الجمهورية الأولى خلينا نسميها، نعم، بغض النظر كيف اجوا الرئاسة وكيف راحوا الرئاسة وكيف فلوا الرئاسة وكذا آخرين، لما كان الحكم هرمي بلبنان طلعنا من الحرب الأهلية، نحن لا مفلسين المصارف ولا مفلس مصرف لبنان ولا مفلس الخزينة، ما حدا فلس بالحرب الأهلية، ما حدا فلس. ما بتسأل حالك ليش ما حدا فلس؟ لأنه ما ثبتنا سعر صرف الدولار، ولأنه ما دينا بالدولار. هي الموضوع هالقد، لكانت الميليشيات بلبنان قبل ما يوصلوا المصاري على الخزينة ياخدوهن، ما ينطرون تيفوتوا، ورغم هيك ما فلسنا. طب ما بتشوف ليش؟ يعني أقل شيء بالخطة لازم هذا الحكي ينحكى، هذا الحكي ينحكى تنتعلم من درس الماضي، ما بكرة يرجعوا يعملوا نفس الشيء بالمستقبل. يعني مشين على القليل نسقف الناس، ليش هو تجهيل الفاعل انه والله هذا زلزال صارنا؟ ما صار زلزال، لا، نحن هيدا شغلنا، نحن هيدا شغلنا، لا شغل الامريكان ولا شغل الايراني، هيدا نحن شغلنا بهالموضوع، كل شغلنا. ما بياخذوا قرار على شيء الا اذا قرار بشع كتير 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 كتير، يعني تيوقف عليه كل بيبقى منتف رايح، ما بقى له قيمه القرار يعني. نعم، وبيجي بطيء وبيجي سيء القرار، وبيجي بطيء اذا اخذوا قرار. طيب
طيب اليوم كمان بالعوامل الخارجية الضغط على لبنان عندك قانون قيصر. ايه اساسا في ازمة سياسية لبنانية بين اللبنانيين بعضهم اذا متعامل مع الشام او لا، اجا قانون قيصر ليكون سيف اضافي عم بزيد الضغط. انا قناعتي يعني بهالموضوع اسا اكتر من ما بتسمعها او بتحسها بالاعلام، انا برأيي بحكم لبنان وسوريا يعني بينضروا بالتساوي بموضوع قانون قيصر. انا برأيي ديش تنضر سوريا بينضر لبنان والعكس بالعكس. انا برأيي لانه ما فيك تفصلهم عن بعضهم، يعني ما فيك تفصلهم، هذا واقع بقى ما فيك تفصلهم عن بعضهم. الضرر بده يلحق للبنان ولا سوريا. هلأ بتجرب تتحايل عليه من هون من هون، يعني بتدرب تلاقي تخترع طرق يعني تبتعد عن الضرر، بس بده يضل يلحقك ضرر، والضرر بيحكم بالتساوي، بيضرب سوريا وبيضرب لبنان بنفس الشيء بالتساوي. قانون قيصر ما بيرحم، ما بيرحم. وهذا أنا برأيي خياطة إسرائيلية، لأنه جاي بتوافق كونغرس وسنت وبتوافق ريبوبليكنز وديمقراط. يعني هذا قانون أيسر خياطة إسرائيلية كل أمريكا موافقة عليه، معناتها هذا خياطة إسرائيلية طبعا، لأنه إسرائيل ما قدرت تفوت على الداخل السوري، بتجرب قد ما فيها بواسطة الأمريكان أنه على القليل بالموضوع الاقتصادي تحط ضغوط عليه من برا. هل قد حدود الموضوع؟ انت مع لبنان يلتزم بهذا القانون او لا؟ في يزمط منه؟ هلا هو لبنان مش انه يعني مش هو البطولة انك انت يعني تاكل عقوبات، منا بطولة تاكل عقوبات. البطولة انه تقدر يعني بوجود القانون تقدر تحصل على اللي بدك اياه. كيف تعملها؟ من تحت من فوق، باعفاءات باستثناءات بالخفي بواسطه وسط، يعني هذا شغلتك انت، بس انه منا بطوله انت تجي تاكل عقوبات، يعني انه شوفوني انا بطل انا في عندي عقوبه، يعني منا بطوله ابدا. لا نعم. انه بدي ارجع شوي للاسئله اللي عم تورد على السوشيال ميديا لك ساعه النايب. في كثير عم يسالوك عن قصه سعر الصرف لوين رايحين، ويعني اذا قدر تطمن ما بعرف يعني استوحينا انه واضحه القصه بالنسبه لك. انا برايي انه هذا الموضوع ما مسكر قبل ما يتعالج موضوع الكاش فلو، الدولار كاش فلو تبعنا كدوله كميزان مدفوعات. انا عم بحكي نعم، انا عم بحكي كميزان مدفوعات، مش عم بحكي شيء. انا عم يعني قبل ما يتعالج هذا الموضوع. هلا بعطيك مثال بسيط يلي هو مربوط ببعضه كله سوا، ليش وضع الدولار هالقد عاطل؟ ليش هلا عندك ودايع البنوك بعتون عند على الخزينه وعم صرف البنوك وصرفون الدوله صرفتهم. نعم. عم تحكي 50 60 70 مليار دولار اركيف. تمام. هلا ايه هلا كلهم بيقولوا لهم بيكذب عليهم كل سوا انه لا ينشغل بالكم هودي موجودين. مش بس هيك، المصارف هسه بتكذب اكثر. المصارف قالت خطه الحكومه يعني طمنت اغلبيه المودعين. انا بطمنكم كلكم سوا ما رح تقولوا لك يا عمي ما هن انضروا امبارح معكم انضروا اليوم حيضروا بكره، ليش عم تكذب عليهم تقولوا ما رح تتضرروا؟ هذا موضوع الودائع، يعني صرف الودائع هذا بحد ذاته هذا حاطط بريشر ضغط على سعر صرف الدولار لا يفوق العقل. هذا ما عندك فكرة انت، اذا تاجر بده يشتري شيء من برا صحيح، بده ينزل على السوق يشتري الدولارات تبعه، اذا واحد بده يبعت لبنته قصة جامعة بده ينزل على السوق بده يشتريها برا كمان. يعني ما فيك انت يا خي ما مسكرة، ما فيك تروح على البنك، البنك ما بيعطيك دولار ولا بيحول لك دولار. رح تبلش للاستيراد من بكره، رح تبلش آلية الاستيراد تصير عبر المصارف. ايه بس انه هيدي لاشياء محدده مش لا مزبوط، هيدي لاشياء. هلا هن كمان شوف التخبيص تبع الدوله اللبنانيه، مصرف لبنان ماكو حل وسط عنده حضر. اول شيء انه هو هذا الدولار سعره ازلي ابدي صار مادي 1500، بعدين شيل ايده فرد ليله. طب ما في حل وسط يا اخي، ما انت عندك وقتك، وين الايكونومست تبعك يعملوا لك دراسه قبل ما تقيم ايدك عن سعر صرف الدولار، تحضر حالك شو الاشياء اللي بدك تدعمها انت. طيب عال بدك انه تلغي الدولار الرخيص عن الغني بس الفقير، يعني حضر السله تبعك يلي هلا كل يوم في نقار عليها، موضوع الادويه وموضوع الطحين وموضوع المازوت. حضر حالك انت يا خي من الاول وقول شو الاشياء يلي انت بدك
تدعمها كبدل عن انك تدعم الدولار او تدعم سعر صرف الليرة ككل. ما بصير. انا يا ما ينشغل بالكم اللبناني هذا سعر الدولار مستقر وكذا اخره وتاني يوم ما قالك عليه. ما بيمشي الحال هيك بالنص. العالم ما بتصدق هيك. نعم. هيدي ما فيك تبدل مملكة الثقة اللي عندك بمملكة الوهم بين يوم التاني بصير انت ملك الاوهام. كنت ملك الثقة ما فيك تعمل هيك. فهلأ اللي عم تشوفه انت بموضوع هاي السلة مش بس هي سلة غذائية حتى للصناعيين. ما معطر اذا الصناعي بده يشتغل بده مواد اولية ما بتعمل فيها كيف بده يشتغل كيف بده ينافس. يعني هذا السلة اما بتكون تكون حاضرة قبل ما يشيل ايده مصرف لبنان عن الليرة بسنة وسنتين يكون مفروض عامل دراسة كاملة شو الاشياء اللي هو مستعد يدعمها ولا مستعد ايدها. هيدي الاشياء كانت مفروض تكون من قبل يعني. نعم. كمان من الأسئلة الوردة لألك بصراحة مين بيتحمل مسؤولية الوضع يلي وصلنا له اليوم؟ الحكومات المتعاقبة، القوى السياسية، البنك المركزي، مصرف لبنان، المصارف وجمعية المصارف، حزب الله أو الخارج؟ ست احتمالات. أيه. أو كلهم سوا. لا كل شيء بيأثر هو بس بالنتيجة في شيء اسمه موضوع الحوكمة يعني. نعم. في شيء اسمه good governance. عارف كيف نحن هي الحكم المسطح تبع ملوك الطوائف. عارف كيف طلع فورميلا فاشلة يا خي. لو عملوها هاي الرئاسات مداورة يمكن كان أفضل يعني من أنه والله منقسم هالصلاحيات وهالسلطات ويصير مجلس الوزراء مجتمعا هو كل الصلاحيات وعادة فتش هذا بده نص زائد واحد هذاك بده طلق معط يعني قصة ورطتنا بقصص تانية كمان. هذا الموضوع بأساسه بسيط. ملوك الطوائف وحاكم مصرف لبنان هو الجوكر يعني. نعم. هو كمان كان عنده مملكة ثقة. هودي هني المسؤولين عن البلد. عم غطي لك يون. هلأ بتقلي وزارة المالية او الخزينة بقلك او ملوك الطوائف. نعم. يعني وزارة المالية يعني انا مثلا من الاشياء يلي عملت مشكل عليها باول ما طلعت الخطة بدهم يعملوا فورنزيك اوديت لمصرف لبنان. عملوا فورنزيك اوديت بس ليش ما بتعملوا الوزارة المالية كمان فورنزيك اوديت؟ انه ليش هيدا الحاكم مصرف لبنان خبص وزارة المالية خبصت الخزينة خبصت حاكم مصرف لبنان اكل هوا والخزينة اكلت هوا. اما شو بتعملوا قطع حساب انتنا اوديت تبعتوه على ديوان المحاسبة لناس ما قالن علاقة بالموضوع ولا عندهم خبرة ولا عندهم تجربة بالموضوع بيحطوه بكبسوه مخلل يعني بيحطوه هنيك للحفظ استشعار عن بعد. كيف الحكي هذا يا خي؟ كيف الحكي؟ عملوا تفضلوا عملوا بدكم تكونوا انتو ايفن هاندد هول الحكام ملوك الطوائف ومصرف لبنان تفضلوا عملوا فورنزيك اوديت لمصرف لبنان وعملوا فورنزيك اوديت لوزارة المالية لان وزارة المالية بواسطة بتفوت على كل الوزارات. مزبوط. والفورنزيك اوديت لمصرف لبنان بواسطة بتفوت على كل البنوك. ما انت هيدا بتعرف شو يعني فورنزيك اوديت؟ يعني هيدا الفورنزيك ساينس يعني بيلحق الاصبع البرنت بيلحق الشعره بيلحق الدي ان اي بيلحق نقطه الدم بيلحق السبر بيلحق كل شيء. هيدا الفورنزيك. الفورنزيك اوديت معناته اول شيء هيدا ما فيك تعمله لونج ديستنس. بدها تجي شركه تفوت على سنتر البنك وتقعد هنيك تعمل الاوديت على الارض. بدها تطلع على كل شيء في شيء اسمه دوكيومنتيشن وموفمنت ان شاء الله هي الكترونيك ان شاء الله هي بيبر ورك بدها تطلع على كل الكورسبوندنت ان شاء الله هي تسجيلات بتطلع على كل شيء وبدها تطلع علاقه البنك بالبنوك البقيه كلها بدها تشوف هي قصه الخمس ست مليارات دولار اللي وزعهم مصرف لبنان على البنوك او بالهندسات الماليه البونسز شو قصتهم هودي ودفعوا عنه دفعوا ارباح دفعوا عنه ضريبه هن بدك تشوف شو قصتهم هودي. يعني هذا الفورنزيك اوديت. فورنزيك اوديت بس مين بده يعمله؟ ما الشركة إسرائيلية طلعت. لا مش هذا السبب. شبت أنا أقول لك هذا إذا بتعمل أودت فورنزيك أودت لمصرف لبنان وإذا بتعمل فورنزيك أودت للمينستري أوف فاينانس لوزارة المالية يعني أنت فضحت كل العالم. أنت فضحت كل الناس لأنه ما بيبقى حدا مخبى ساعتها كله بيبين ساعتها بالأودت ريبورت. بقى هديك بعتوه على المنفى عند ديوان المحاسبة الانترنال اوديت تبع وزارة المالية. وهلأ الفورنزيك اوديت بيضلوا يتنقلوا من شركة لشركة من هيلك لميلك لأبضرحت لما يعملوا فورنزيك اوديت لأنه
حاكم مصرف لبنان عنده أسرار، كل أسرار ملوك الطوائف بيعرفها كل سوا. شوف فكرة وشو عم يعمل له هلا كل هالفترة هيدا، ما هو متخاوى وياهم، ما هو جوكر تبعهم بقى بيعرف كل أسرارهم يعني بالنتيجة. فهي الموضوع ما لح يصير، لأنه مثل ما قلت لك ما في واحد يعمل أوضت لحاله، ما في الواحد يفلس ويعمل وكيل تفليسي، هذا ما بيمشي الحال. وهلأ ما في إمكانية للتغيير، أنا عم أقول من هلأ عم قلكم ما في تغيير، طالما أنه هلأ شو أنا سميته لحقة مصف من الويبينج بوي، هيدي قصة طريفة، هيدا بإنجلند من 50-60 سنة وأكثر، كان الأستاذ يحمل عصا يعني بالصف. هلأ اللورد ما بيقبل تضرب له ابنه، ما ابنه لورد كيف تضرب له ابنه؟ كان اللورد ينقي تلميذ فقير يعلمه على حسابه، إذا اللورد عمل شيء غلط بالصف يقوم الأستاذ يضرب التاني الفقير، يضرب الفقير. هلأ الكل مبسوط، اللورد مبسوط ما ضرب لابنه، الأستاذ مبسوط سلطته معه، والفقير مبسوط عم تعلم بلاش. هلأ رياض سلامة هو الويبينج بوي تبع ملوك الطوائف، العالم مش عم تسبهم، عم تسب رياض سلامة، مبسوطين ملوك الطوائف. العالم عم تفش خلقه انه في حدا تسبه، ورياض سليم مبسوط انه بعده ما حدا شخط وبعده قاعد على مركزه وبعده موجود، مبسوط عم ياكل قتل بس مبسوط يا اخي، ما بده يفل بيصطفل ما يفل، هو الويبينج بوي تبع النظام حاكم مصرف لبنان، هي الحقيقه يعني. وعنده كل اسرار النظام كله سوا بالصغير بالكبير، وعنده يعني اللي بعرفه انه انا عنده اخطاء وخطايا قد ما بدك يعني، مش انه شيء وكله معروف، مش انه انا عندي معلومات غيري ما عنده اياها، موجود كله سوا موجود، كله اداء كل واحد بهالدنيا. انا شاهد على هيدي الدولة 30 سنة، نعم. مش شاهد ما شاف شي حاجة، شاهد شاف حاجات كتير، انا شفت كل الدنيا، شفت كل الناس، انا بعرف انه هيدا المرض مثل مرض الجيش ضارب بالكل. مشان هيك عم قلك موضوع الاصلاح بيحكوا به صندوقنا الدولة بالاصلاح، هاي كلمة كتير كبيرة الاصلاح، انت فيك كلمة تصحيح، نحن نعم. طالبين تصحيح مالي، اذا ما عملوا تصحيح مالي ما بيعطيهم مصاري صندوق النقد الدولي، نو واي. هن يقولوا له عم بيقولوا له مرق لنا دفعه وبعدين من ناطرهم بكره بعدين بجوز يتقايدوا فشخه هيك فشخه ما بنعرف، بس انه لحديت هلا صندوق النقد الدولي ما بيعطي مصاري ببلاش، بده اياهم صح، بده يرجع يسردهم. طيب no. اذا بدنا نختم الحلقه معك ايه يعني سوت لنا اياها لا ما سوت انا شيء، حطيت الامور بنصابه. طيب خلينا نقول يعني انا مثل ما قلت له بمجلس دواب في أيه. واحد من الشباب نصابنا احنا بنمزح مع بعض كثير، قال بالبطا، قلت له يا خي نحن منا ابطال، قلت له شيكسبير بمسرحياته خاصه فيها كثير دراما مثل ماكباث مثل جوليوس سيزر مثل روميو وجولييت، هي اكثر ما بيعبق الجو بنص المسرحيه بيسكر الشاشه بيعمل اكت وبيطلع كلاون على المسرح تنفس الاجواء، انا شغلتي نفس الاجواء يعني، شغلتي انا انه ريح الجو يعني، ما اكذب على الناس خبرهم الحقيقه، لانه اذا بتكذب عليهم تقول لهم البدائع موجوده ليش، وين البدائع؟ مصارفينهم اذا 33 مليار منهم بيستحقوا بين 2028 وال 2040 باعتراف مصرف لبنان، كيف هذا البدائع؟ هذا راحت البدائع منها موجوده، ما فيك تردها، ما فيك تردها لانه عندك نيجاتيف كاش فلو، يعني موضوعك عم يصير اسوأ مش عم يتحسن، يعني احتياط مصرف لبنان عم ينزل كل سنه بده ينزل 5 مليارات، دش بضلنا ما بعرف سنه 2 3 هونوز، يعني نحن بعدنا بالداينامكس تبع بعدنا بمسار انحداري، مش بس انه والله هذا وضعنا اكلنا هالقتل، لا بعدنا عم ناكل قتل بالكرباج وبعدنا ماشيين بنزول، هذا الموضوع هيك بأساسه، لأنك كيف بدك تصلح أخطاء عشرات السنين؟ كيف بدك تصلحها هيدا؟ كيف بدك تصلحها كل هالأخطاء عشرات السنين؟ كيف بتصلح هيدا؟ بده هذا الموضوع. شكرا لك نائب سليم سعادة على هيدي الحلقة، مثل العادة يعني معودين على صراحتك وأسلوبك الواضح والعلمي بذات الوقت والجذاب جدا بعرض الأمور. شكرا لك ولحضورك، بدنا نقعد حلنا من هلا قريبا بحلقه ثانيه معك، بدنا التزام على الهواء لانه تحت الهواء بتصير تاجلنا من شهر لشهر، المره التزام على الهواء بدنا هيك قريبا حلقه ثانيه ان شاء الله، قريبا نعمل حلقه يعني احسن من هيدي، عارف كيف؟ بس شوي على القليله تتوضح الامور، لانه هلا بتعرفوا ما في شيء واضح صحيح، يعني
صندوقنا قاعد عم يتسلى فيهم بيقولوا روح ادفع الارقام، وساعة بيقولوا انا مع ارقام الحكومه ساعة بيبهدل حق مصرف لبنان كل ساعه شكل. بس انه بعد لهلا there is no deal. صحيح، ما في ديل. صحيح، وديل بدون صندوق النقد الدولي بلا ديل، ما في ديل مع حدا، لا سادر ولا بنك الدولي ولا حدا بيعمل لك ديل. نعم، شكرا لك مجددا نائب سليم سعاده. مشاهدينا بعد الفاصل متابعين، الحكومه باقيه او فالة؟ بعد الفاصل. بالمباشر نعود المتابعة في هذه الحلقة. مذكر سؤالنا على تويتر لليوم، هل أنتم مع عودة الحريري بشروطه لرئاسة الحكومة بعد ما كنا بشق اقتصادي مالي وقراءة فعلا محبوكة بطريقة مميزة مع النائب سليم سعادة بأول فقرة؟ بالفقرة الثانية رح نناقش الوضع الحكومي مع ضيفينا الصحفيين، الأستاذ داود رمالي اللي موجود معنا بالستوديو مساء الخير، والأستاذ غسان ريفي اللي موجود معنا عبر الزوم. الطرقات صرنا نعطي الهمة من شمال لبيروت، مزروب بالشمال وعم تطلع معنا على الزوم. أهلا وسهلا فيك. رح بلش معك داود رمال، باقي الحكومة أو طايرة؟ باقي، لأنه لا بديل لهذه الحكومة، بس بقوة غياب البدائل. نعم، هناك محاولات يعني لقوى داخل الحكومة وقوى خارج الحكومة يعني الإطاحة بهذه الحكومة، لم تنجح هذه المحاولات، وكان آخرها حملة الشائعات اللي شهدناها بالأسبوع الماضي. هذه الشائعات المدفوعة محليا وخارجيا بصريح العبارة عطل حزب الله، قال لهم لا بديل عن هذه الحكومة، وإلا ولا حتى تعديل من داخل، استبدال بعض الوزراء كله هي مش مطروح. يعني التعديل باعتقادي بمكان معين صار واجب لبعض الأسماء. مثل مين؟ تحديدا يعني يجب أنه يكون لهذه الحكومة نفس اقتصادي وتربوي مختلف، لأنه الأزمات بتفرض، الأزمة اللي عم نواجهها بتفرض نمطا مختلفا من التعاطي. بالإمكان إجراء بعض التعديلات، ولكن أيضا هذه التعديلات يجب أن تكون محسوبة جيدا، وحتى بموضوع الطاقة يجب أن يكون هناك نفس مختلف. مش غلط العودة إلى الوزير عنهد البستاني اللي أثبتت كفاءة في المجال بالفترة اللي أمضتها، بس هي حزبية. ما الحكومة ليش بعيدة عن الأحزاب؟ عباس مرتضى شو؟ هلا يوصف حالها تكنوكرات. غسان ريفي، بالنسبة لك بتوافق داود رمال إنه الحكومة باقية لأن ما في بديل، أو أنت مع رحيلة؟ طبعا. هلا أنا بغض النظر عن رأيي الشخصي، أنا طبعا مع رحيل الحكومة، ولكن اليوم تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لأنه 100% مثل ما حكي الأستاذ داود، وأنا بحييه زميلنا العزيز، فما في بديل، لأنه اليوم في شغلتين، لا في بديل عن هذه الحكومة، ولا في آلية حل نضجت حتى تأسس لحكومة جديدة. اليوم مجرد ما تسقط هذه الحكومة ويجي حكومة جديدة، فهي يعني معناتها أنه نحن توصلنا إلى إمكانية حل، إذا ما بدنا نكون متفائلين كتير. ففي عدة بنود، عدة آليات للحل المطروح. يعني أول شغلة مثلا بهذا الحل، أنه ماذا سيقدم حزب الله للحكومة الجديدة؟ هل سينكفي؟ هل سيتراجع تكتيكيا؟ الشغلة الثانية، يعني ماذا سيفعل العهد في موضوع الإصلاح؟ يعني اليوم حتى الآن شفنا كل الأمور اللي اشتغلت فيها الحكومة ما قدرت عملت إصلاح. يعني لا قدرنا عملنا تشكيلات قضائية، لا قدرنا عملنا هيئة ناظمة للكهرباء، حتى الكهرباء اليوم عم ينحكوا في خلاف كبير على المعامل، وهلأ لهلأ يعني نحن اليوم قاعدين على الاشتراكات لأنه ما في كهرباء. يعني أنا اليوم من طرابلس عم بحكي، عم تجي الكهرباء بحدود ساعتين لثلاث ساعات بال24، والاشتراكات عم تبدع بالناس بالتعرفة وبالتقنين. بعدين يعني الأمر الثالث هو موضوع القضاء، كمان من عمل في شيء، وكلياتنا صرنا عم نشوف اليوم بظل هذه الحكومة بأنه القضاء مسيس أكثر فأكثر، وعما يبلش القضاء يرتكب بعض يعني
الهفوات او الاخطاء يعني مؤخرا بينت بشكل كثير واضح. طيب اليوم نحن اذا بدنا حكومه جديده، هيدي الحكومه اما بده يكون رئيسها عنده ضمانات بهذه المواضيع ليقدر يأسس لحل، يا أما يعيد تجربة حسان دياب. يعني اليوم ما حدا بده يمل مطروحين بده يحمل لقب دولة رئيس. اليوم لقب دولة الرئيس باللي عم ينطرح عليهم هيدي الأمور معهم يا أو يمكن مش عم يطلعوا فيه. مشان هيك نحن اليوم ما بدنا حدا يجي يحمل لقب دولة رئيس، نحن بدنا حدا يجي يحل الأمور، نحن بدنا حدا يجي يلاقي الحل لأنه طيب نشوف الخيارات اللي طرحتها الأسبوع قديش جديتها. بس قبل داود رمال كنت عم تكتب ملاحظات على اللي عم بيقوله غسان ريفي وخصوصي بأداء الحكومة. عم يحكي العهد والإصلاح، شو خص العهد؟ كيف خص العهد؟ بعد الطائفة لصلاحيات مجلس الوزراء، صلاحيات رئيس الجمهورية ونطت بمجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي مسؤولية الإصلاح هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وبما أن النظام اللبناني نظام برلماني أيضا مسؤولية هي مسؤولية مجلس النواب مباشرة، وبالتالي ما نضلنا نحاطين موضوع التعثر والفشل على شماعة العهد أيا كان هذا العهد. كمان أنا عندي ملاحظة تانية، هل يعود سعد الحريري بشروطه؟ السؤال اللي طرحه انت للاستفتاء، هيدا السؤال كم بيسألك لما حكي غسان ريفي عن موضوع الاسماء اصلا حامله دوله الرئيس. رح بلش من سعد الحريري. القصه مش لقب، يعني انه مش كل واحد حمل لقب دوله الرئيس هو دوله رئيس. يعني بتلبق لسليم الحص اوكي بفهم هيدي الشغله، بس مش كل حدا حمل لقب دوله رئيس هو دوله رئيس. السؤال المطروح، هل هناك موافقة دولية وأقليمية، مظلة إقليمية ودولية على عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة؟ في برأيك؟ أنا بعتقد لا، منا موجودة. غسان ريفي موجودة؟ وإلا ما كان انعقد في مظلة إقليمية دولية لعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة؟ بعتقد حتى الآن مش ناضجة ولن تنضج خيي غسان. أنا بس بدي أقول بس شغلة للأستاذ داود، يعني أنا اليوم مش عم أجي نحط الشماعة العهد، يعني اليوم ولكن اليوم العهد كمان مسؤول، يعني مثل الحكومة. اليوم الحكومة عم تجتمع برئاسة رئيس الجمهورية. اليوم في مثل بسيط مثلا هو التشكيلات القضائية يلي وصلت عند فخامة الرئيس وما وقعها. يعني اليوم كمان القصة مش قصة الحق على فلان ولا على فلان. اليوم في منظومة للحكم، في حلقات متواصلة مع بعض البعض. يعني ليش ليل العهد هو شماعة للفشل؟ ولكن اليوم كمان عندنا حكومة تقول ما لا تفعل، في عندها يعني بتعمل الشيء ونقيضه، في أزمة فيها. وأنا برأيي يعني حتى موضوع التعديل، نحن اليوم أمام رجل مريض محطوط على أجهزة أكسجين. هيدي الأجهزة لما بتخلص بده يخلص يموت عنا ويموت. يعني اليوم هيدي الحكومة إذا اليوم بيكون في إلها بديل معين، أنا برأيي ما بقى حدا بده إياها. حتى يعني مش حزب الله قال لا بديل عن حكومة الرئيس حسان دياب، لأنه بيعرف أنه فعلا ما في اليوم بديل. بس اليوم إذا بيتوفر بديل بيقدر يحل أزمة، وخصوصا أنه عم نشوف نحن ضمن الفريق الواحد. هيدي اليوم حكومة فيها فريق واحد. المشاكل يلي عم تصير ضمن الفريق الواحد والتهديدات بكل مين بده يسحب وزراءه منها، وهي بالأساس برجع بقول بين قوسين انه هي حكومة مستقلين واختصاصيين. فبالتالي يعني هيدي المشكلة امام حزب الله، انا برأيي عملت له أزمة وعملت له مشكلة اكبر بكتير مما كان لما كانت حكومة الوحدة الوطنية يلي بتضم كل الوطن. دود رمال، هي معطيتك نفسها مظبوط، حزب الله عنده الأزمة او المشكلة. الحزب الله مأزوم، يعني بأي معنى الأزمة؟ الأزمة أنه يحمل هم جمهور طويل عريض، يريد لهذا الجمهور أن يكون مرتاحا نسبيا، خاصة بالوضع الاقتصادي والمعيشي. أما من مسألة الحصار المالي والاقتصادي وما يعانيه البلد،
يعلم خصم حزب الله الداخلي وعدوه الخارجي أنه أقل المتضررين مما يحصل، وبالتالي يعني المضي بعملية الحصار وعملية معاقبة لبنان ووضع حزب الله أمام خيارين، إما الجوع وتسليم السلاح أو استخدام السلاح، باعتقادي أنه الرسالة وصلت، والمفادين السريين الأوروبيين اللي التقوا حزب الله في الآونة الأخيرة سمعوا الكلام الذي أوصلوه إلى الجانب الأمريكي أننا لن نجوع والسلاح لن يسلم، وتوقيت استخدام السلاح هو بيد حزب الله. بالمسألة الداخلية اللبنانية، حزب الله يعني معلاه هو في هم، نعم، وحلفائه وخصومه الآخرين مع بعض الاستثناءات في مكان آخر. حلفائه وخصوم صباح طيب. طبعا لأنه بالأسبوع الأخير، الأسبوع اللي مضي، كان في شراكة بين الحلفاء والخصوم في محاولة إيجاد تركيبة معينة لتطير الحكومة القائمة. شو كانت التركيبة؟ التركيبة أنه منخلص منه لحسان دياب. مين منجيب؟ منجيب أيا كان ضمن تسوية جديدة. يعني مثل مين طرح؟ يعني كان عم ينشغل باندفاع شديد لمسألة الرئيس سعد الحريري. اصطدموا بعائق أساسي، هذا العائق الأساسي أن الموافقة الدولية والإقليمية لم تنضج. وعلى ضوءها بعد ما نزل يعني الوزير جبران باسيل زار عين التيني، إلي الفرزلي زار بيت الوسط، بعد ما فل إلي الفرزلي من بيت الوسط بيستدعي زملائنا الصحفيين، يتم استدعائهم إلى عجل بالدردشة اللي بنعرف نحن كيف بتتركب، ويقال إنه شو هو بشروطه، أنا برجع بشروطي، يعني عم بيكبر الحجر لأنه عارف حاله مش جاي. وإلا الآن تحصل التسوية الدولية الإقليمية على عودة سعد الحريري، بيرجع بالشروط هذه التسوية. ما بقى نضحك على حالنا بهذه المسألة. طيب. ما بقى نوهم الجمهور بهذه المسألة. طرح على الرئيس مئات ترقص حكومة؟ أنا للأمانة هذا الموضوع ما عرفت عنه شيء، أو بالأحرى ما عرفت أنه انطرح. يعني أنا ما عرفت هذا الموضوع بشكل كامل، وبالأساس يعني هيدا الشيء بدل ملك الرئيس مئات، لأنه القصة عبارة عن تحليلات معلومات. لا المعني من بالقصر الجمهوري أكد أو نفاها، ولا المعني لجهة الرئيس مئاتي أكد ونفاها. فبالتالي هيدي بتدل عبارة عن يمكن تكون بإطار يعني رسائل معينة، ولكن أنا لست على علم بأن هذا الأمر طرح على الرئيس مئاتي. نعم. طيب داود رمال، كمان اسم محمد بعصيري تم تداوله بمطلع الأسبوع، كان مطرح جديا أو لا؟ هذا دليل أنه هناك صعوبة بعودة سعد الحريري. توسعت لائحة البدلاء لحسان دياب من السفير نواف إسلام، زادوا اسم إضافي سموه محمد بعصيري، ومرشحين للسفارة الأمريكية في لبنان لترأس الحكومة. وبالتالي مين طرح اسم محمد بعصيري؟ السفيرة الأمريكية. ومين قبل فيه؟ قبلين في السعودية. لا داخليا؟ داخليا أمر واقع، ما فيني أقوله لا. مين رفضه؟ حزب الله فقط؟ مش من طرح مع حزب الله هذه المسألة، ولم تطرح أيضا مع عين التيني، علما انه عين التيني مفتوحه على كل تدوير الزوايا وعلى كل التسويات اللي بطل الى خبز بهذه المرحله. ما بقى البلد يمشي بتسويه، البلد بده عمليه جراحيه موضعيه. هذه العمليه الجراحيه الموضعيه هي عمليه اقتصاديه ماليه نقديه. كيف بدها تصير؟ مين بده يعملها؟ الاسماء باسماء. اللي حصل باخر جلسه مجلس الوزراء في بعبده هو الفضيحه بعينها. الكل ما كان الكل عم بيقول بمكافحة الفساد وبمحاربة الفساد وبالإصلاح، انطرح التدقيق المالي المركز في مصرف لبنان. لماذا رفض؟ بناء على الشركة، من راضين على الشركة؟ أي شركة؟ في 6 أو 8 شركات بالعالمية هي التي تدقق عالميا، وهذه الشركات تدقق لكل دول العالم ومنها إسرائيل، العدو الإسرائيلي. وفي شركتين متعاقد معهم مصرف لبنان كمان بدايقوا بإسرائيل. ليش لهودي اللي بيعملوا تدقيق
شكلي مسموح واللي بده يروح على التدقيق المركز الجنائي ممنوع. بس حزب الله كان موقفه إلى جانب وزير المال بهذه الجلسة. مش مزبوط. شو مش مزبوط؟ من احنا كنا عم نتابع. باعتقادي حزب الله فوجئ برفض اللي قبل اللي أبداه وزيري حركة أمل أنه مرجعيتنا السياسية لا توافق على التدقيق المحاسبي لأنه الشركة إسرائيلي. غسان ليف، أنت برأيك هي العملية الجذرية اللي لازم تصير أو في حل تاني؟ نحن اليوم المشكلة الأساسية، أستاذ داود حكي عن أنه حزب الله بهم وحلفائه وخصومه بهم آخر. أنا اليوم بدي أرجع أقول أنه الحكومة بهم ومجلس الوزراء بهم والناس والشعب بهم آخر. اليوم ما بقى حدا عم يسمع شو عم ينحكى، لا حدا فارقة معه لا تدقيق محاسبي ولا تدقيق جنائي ولا معمل سلعاتة ولا سد بسري ولا أي مشروع عم ينطرح. اليوم الناس عم بدها تفتش عن لقمة الأكل. اليوم الناس عندها دولار، اليوم نهار أحد وعطلة عم ينباع ب9000 ليرة. اليوم الغلاء عم يتوحش يوم بعد يوم. اليوم الناس قاعدة على العتم. الاتصالات رجعنا منتصل على المريخ وما فينا نتصل بشخص حدنا. اليوم رجعنا على الطوابير الزل على بواب المحروقات والأفران والصيدليات. اليوم فقر وبطالة وانتحار وإعلان مؤسسات عم تقفل أبوابها. اليوم قبل ما تجي هيدي الحكومة أو هيدي المنظومة الحاكمة أو هيدي السلطة، قبل ما تجي تلاقي جزء من الحل. لا تأخذني بهالكلمة رواد، أنت بتكون قاعد بشغلك. إذا كان إجا موعد الغداء تاعك وبيكون مأمن ومطوط على الطاولة وسخن وما أحلاه، وبتجي بتقول ما بقى حدا يحكي معي، ما بقى عم أفرز، أنا بدي أتغدى وبعدين بشتغل. فكيف اليوم هالناس اللي عم تواجه الجوع اللي صار فيه 60% من الشعب اللبناني عم يدخل على نادي الفقراء ودون خط الفقر؟ اليوم صدقوني ما بقى حدا عم يسمع لا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا فرقة معهم حكومة ولا فرقة شيء. كل اللي عم يصير انه التغيير الحكومي اللي عم يطرحوه بالشارع هو لربما يحدث صدمة إيجابية يقدروا من خلاله يقدروا يأمنوا قوت يومهم. نحن موجودين كل يوم بالشارع. الأستاذ داود هو صحافي بيعرف تماما أنا شو عم بحكي. اليوم يلي عم يصير بالشارع صدقوني ما حدا فارقة معه شو عم يصير فوق أبدا أبدا أبدا. نعم داود رميل، بختم معك تعليق على كلام غسان ريفي. أنا بقول له للزميل غسان، لو جبت حكومة من كائنات فضائية منزهة نعم وحطيتها يعني سلمت الأمر بهذا البلد، هذه الحكومة لن تستطيع الإنتاج، لن تستطيع التصحيح والإصلاح بظل وجود هذه الطبقة السياسية المتحكمة بهذا البلد من 30 و40 سنة إلى اليوم. عبثا نحاول مع بظل وجود هذه الطبقة السياسية. كيف بدك تغير اليوم هذه الطبقة السياسية؟ أنا بعتقد أن الأمور بدأت يعني هذا التراكم الذي يحصل علينا أن لا ننظر فقط إلى الجانب السلبي والسيء جدا جدا مما نعيشه من المخاض الذي نعيشه اليوم، وهو وجع الناس وألم الناس وكلياتنا عم نتألم وعم ننوجع. ايه بس الطبقة السياسية كيف بدك تشيلها؟ ولكن لهذه الطبقة السياسية بهذه التراكمات التي تحصل قوة التغيير الحقيقية بدها توصل لمرحلة عم تعطيها الفرص لكي تتوب، وهي مش حتتوب لأن اعتادت على الموبقات منذ أن وصلت إلى هذه السلطة. بكفي إني شير بين هلالين لمسألي ما الطائف، اتفاق الطائف كان واضح، مجلس نيابي، أول مجلس نيابي على أساس طائفي وبعدين على أساس غير طائفي. نعم. عمليا عملنا استيعاب للميليشيات وطوعناهم ونزعنا السلاح على أساس أن نستوعب هول الميليشيات بالسلطة السياسية لأربع سنوات، وبعد منا ننتج بيكون في قانون خارج القيد الطائفي، بتجي طبقة سياسية بتاخذنا على الدولة المدنية. هودي رفضوا تطبيق اتفاق الطائف وما زالوا يرفضون، ورفضوا آخر باب انفتح بالدعوة للقاء الوطني بعبدة اللي تحت عنوان السلم الأهلي كان فيه يطرحوا أي ملف بالدنيا أي موضوع بالدنيا.
مع هيدي الطبقة السياسية فالج لتعالج الفرص، بدأت يعني الفرص بدأت يعني يجب توعية الرأي العام على نقطة أساسية اللي هي أن ليس يعني مش الشعب فقط يختنق، أيضا الفرص أمام هذه الطبقة السياسية تضيق إلى أبعد الحدود. وبعتقد أنه المرحلة المقبلة بدها تكون مرحلة تغيير حقيقي، وأنا مش عم بحكي شعر، عم بحكي معلومات. ومن هذا المنبر بس كيف بنتغير من المعلومات؟ من إلا للسفيرة الأمريكية، 7 استقالات للوزراء اللي بجيبتك بليهن وشربي ميتهم، ومن بيناتهم غازي وزني. التغيير الحكومي بلبنان معروفين بيعرفوا حالهم، تغيير الحكومي لأنه ما قدروا يتفقوا على الاسم البديل. يعني مين بده يقبلهم بمحمد بعصيري؟ مين بده يقبلهم بنواف اسلام؟ وإذا أني مش قبلانين يرجع سعد الحريري، مين هي الشخصية؟ يعني بعده العقل الأمريكي والعقل الخليجي بيتعاطى مع لبنان على قاعدة أنه أنتوا إذا انتصرتوا بالميدان منخسركم بالسياسي، تماما مثل قصة اتفاق الدوحة. نعم. أنه نعم. بعد 7 أيام منروح على الدوحة منتصرين بالميدان، نرجع مهزومين بالسياسي. هيدي خلصت. نعم. عاش تمشي بلبنان. طيب. أنا كنت قلت غساريف ريفي رح أختم مع دقود رمال، بس لأنه سطح شوي بالمعلومات وبالتحليل رح أعطيك أقل من 20 ثانية إذا عندك شيء رد عليه. بس في شيء يعني هو يعني في شيء حكى شيء ونقيضه. يعني اليوم لما بدنا نغير كل هالمنظومة السياسية اللي عم يحكي عنها الأستاذ داود، ويرجع بيقول مين بده يقبلكم بمحمد بعاصيري، ما هو هيدي يعني نحن اليوم عايشين أمر واقع. نحن اليوم ببلد طائفي مذهبي، في أمراء طوائف وفي قيادات تيارات سياسية، ونحن عم نشوف كيف الثورة اللي إذا جاء التعبير عنا ثورة اللي اليوم عم تصير، كيف عم تصير إنه كل واحد بيودي رسائل لشخص معين من خلال الشارع. يعني اليوم أنا برأيي نحن ما في شيء اسمه كلهم يعني كلهم وهيدي التغيير. اليوم عم نقول إنه نحن ما بدنا نشيل هالطبقة السياسية، وعم نرجع نقول إنه مين بده يوافق. يعني هيدي الطبقة السياسية اللي بدها ترجع توافق على أي رئيس حكومة أقله بالوقت الحاضر. فنحن اليوم يجب أن يكون لدينا خطة استراتيجية لتغيير تدريجي في البلد، يبدأ من انتخابات نيابية. ما بقى فينا نقول مبكرة وغير مبكرة، بدأ العد العكسي لانتخابات 22. يعني اليوم بدنا إعادة تكوين سلطة. هالشعب يلي نزل على الشارع يروح يمارس حقوقه بصناديق الاقتراع، يشكل سلطة جديدة. بس وضحت وجهات نظركم. شكرا لكم غسان ريفي ودود رمال على هالفقرة. بعذر منكم عن جديد، يعني نظرا للنقل المباشر من بعلبك اضطرينا نقصر الفقرات اليوم. مشاهدينا بعد الفاصل منتابع بالمباشر بفقرته الأخيرة. فاصل ونعود. مساء الخير من جديد بالمباشر المتابع بالفقرة الأخيرة، فقرة زميلنا إياد خليف. مساء الخير إياد. مساء الخير. سوريا إلى الواجهة من أكثر من زاوية، قيصر الأمريكي أولها، التواصل الروسي الإقليمي ثانيها، عودة الكلام الإعلامي عن مصير الأسد ثالثها، والميدان بتشعباته رابعها. هذه المجالات بتقاطعاتها وتداخلاتها من جهة، وتبايناتها ومساراتها المنوعة من جهة أخرى، تشكل محور فقرتنا هذه بالمباشر مع ضيفنا الصحفي حسين مرتضى الذي ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة من دمشق. مساء الخير حسين مرتضى. يعني يشارف الشهر الأول من تطبيق قانون قيصر على نهايته، كيف يبدو الوضع في دمشق؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين الكرام. بالطبع يعني هي الحرب التي تشن على سوريا ليست بالشيء الجديد صراحة، ربما تختلف الأساليب في هذه المرحلة بالذات. نحن نتحدث الآن عن ما سمي بقانون قيصر، هو عقوبات أحادية الجانب، إجراءات أحادية الجانب، لأنها حتى ليست لا تعتبر عقوبات ولا تعتبر قانون، لأنها لم تصدر لا عن الأمم المتحدة ولا عن مجلس الأمن
ولا كذلك صدرت من أي منظمة لها علاقة بهذه الدول. هي هو قانون أمريكي داخلي إذا صح التعبير. صحيح، ولكن قانون ألزم جميع دول العالم بالالتزام به، يعني له مفاعله بالتأكيد. صحيح، لأن هناك هيمنة أمريكية، وللأسف يعني هذه السطوة الأمريكية على الكثير من دول العالم. طبعا حتى نكون واقعيين، لا يمكن أن نقول بأنه لم يكن له التأثير حتى الآن على الساحة السورية، وليس فقط في سوريا. نحن نعرف أن هذا القانون أو ما سمي بالقانون هو ليس فقط حدوده الجغرافية عند سوريا، هو يطال محور بكامله، يطال الدول التي تتعاون مع سوريا، الجهات التي تتعاون مع سوريا. أنا أقول لك بكل صراحة، ربما كان في الأسابيع الأولى أو في الأسبوع الأول كان هناك ضخ إعلامي كبير، كان هناك نوع من القلق، كان هناك نوع من الخوف، أثر مباشرة على الحياة اليومية. بعد الأسبوع الأول بدأت عملية الامتصاص التي تقوم بها الدولة السورية. هذا لا يعني بأنه تم وضع حد لكل يعني لنقول التبعات الاقتصادية جراء هذه العقوبات، لكن عمليا تم امتصاص المرحلة الأولى من هذا القانون، وهناك إجراءات كبيرة ستتخذ وبدأ العمل بها على الساحة السورية. سنبدأ نلمس تبعات هذه الإجراءات خلال الشهر القادم تقريبا. وكما تعرف، إذا كان هناك إصرار من قبل الدولة السورية والحكومة السورية، في سوريا تختلف الصورة عن لبنان تحديدا، عن بعض الدول، لأنه لا يوجد هناك اعتماد كبير على الدولار، هناك اكتفاء ذاتي في الكثير من القضايا التي يمكن للشعب السوري أن يستغني عن العملة الأجنبية إذا صح التعبير. هذا ما يتم العمل عليه الآن. هناك حالة إرشاد ومحاولة ضبط الأسعار في الداخل السوري. عندما يكون هناك ضبط أسعار، عندما يكون هناك تأمين السلع الأساسية واليومية التي يعني يتطلب أن يستخدمها المواطن، تبقى القضايا الاستراتيجية التي لها علاقة ببعض المواد الأولية المرتبطة بالأدوية وغيرها. هنا تبقى الحاجة إلى العملات الأجنبية، لكن نعم، كمرحلة أولى أنا يمكن أن أقول لك بأنه إلى حد ما الآن هناك نوع من الاستقرار المتعلق بتأمين الحاجيات اليومية. طيب، اليوم نعلم أن الواقع المعيشي والاقتصادي بسوريا يعني صعب إلى حد ما. هل برأيك ممكن أن تصرف هذه الأوضاع المعيشية الصعبة بمحل ما بالسياسة بدلا مما كان من المفترض أن يحقق عسكريا بسوريا؟ يعني اليوم هل من هذا الممكن؟ هو الهدف الهدف منذ أن بدأت الحرب هو تحقيق ما له علاقة بالسياسة، والأمريكي اعترف في هذا الموضوع بأن العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي له علاقة بتحقيق مكاسب سياسية. وأنا أقول لك بكل صراحة أنه من خلال التواصل، من خلال المعلومات، من خلال معرفة كيف تفكر إلى حد ما، يعني المبادئ التي تستخدمها أو تسير عليها الدولة السورية، لا يمكن الضغط في هذا الاتجاه، بمعنى أنه لن تعطي الدولة السورية والشعب السوري الإدارة الأمريكية ما لم تستطع أن تأخذه بالميدان. هناك إنجازات كبيرة حققت خلال السنوات الماضية، لم يدفع الجيش العربي السوري والسوريون الدماء مع حلفائهم من أجل أن يعطوا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أي مكاسب سياسية في هذه المرحلة. هناك مرونة. منذ أيام كانت سوريا محور اجتماع روسي تركي إيراني، ما معلوماتك بشأن هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع طبعا هو يأتي ضمن ما يسمى بالدول الضامنة. أنت تعرف محادثات أستن التي بدأت قبل عدة سنوات، هي أسست إلى ما سمي بوقف إطلاق النار في بعض المناطق، أو ما سمي وقتها بمناطق خفض التصعيد. وفعلا كان هناك إنجازات كبيرة حققت من خلال ما تم الاتفاق عليه في محادثات أستن، المناطق الأربع التي خرجت منها المجموعات الإرهابية، الجنوب السوري، الغوطة الشرقية، ريف حمص، وصولا إلى المنطقة المتبقية وهي إدلب ومحيط إدلب. هذا الاجتماع يأتي في المرحلة المتعلقة بتأكيد على ما تم التوافق عليه خلال السنوات الماضية واستمرار لما سمي بالدول الضامنة، بمعنى أنه نحن نعرف أن هناك فصائل متعددة موجودة الآن في منطقة إدلب تحديداً،
كان من ضمن التعهدات التي أخذها على نفسه التركي ضمن اتفاقيات أستانا بأنه هو من يتولى عملية الفصل ما بين المجموعات الإرهابية بين قوسين والمجموعات المسلحة الأخرى، على أن يتم دخول الجيش السوري والمؤسسات الحكومية السورية إلى الكثير من المناطق. هنا نحن نعرف السياسة التي يستخدمها أردوغان من مماطلة، من محاولة المراوغة، دائما يدعم المجموعات الإرهابية في كل فترة، يكون هناك مماطلة، عدم مصداقية، عدم التزام، نكون أمام معركة عسكرية. المعركة الأخيرة التي جرت خلال الأشهر السابقة والتي حقق فيها الجيش العربي السوري مع حلفائه الإنجازات الكبيرة من تطهير حلب وصولا إلى سراقب وبعض مناطق ريف إدلب، عندها كان هناك القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس الروسي والرئيس التركي، بعدها تم التوافق على أن يكون هناك فترة لوقف إطلاق النار، سميه ما شئت يعني بهذا المنطلق، على أن يلتزم التركي بإخراج جبهة النصرة وبعض الفصائل التي صنفت حتى دوليا بأنها منظمات إرهابية. اليوم هذه القمة جاءت في هذا الإطار في ظل محاولة الضغط ل النيل من الـ يعني الصمود السوري. تلاحظ كان هناك تأكيد على وحدة الأراضي السورية، صحيح. تأكيد على طب هناك بالمقابل أيضا نرى تعزيزات عسكرية تركية بإدلب، وبالمقابل تعزيزات عسكرية سورية على الجهة المقابلة، لأن هناك ما هذا التناقض هناك؟ لأن هناك تجربة مع التركي، التركي لا يلتزم بأي تعهدات، لو كان ملتزم بهذه التعهدات لكانت المسألة مختلفة منذ 3 سنوات تقريبا. التركي دائما يحاول أن يستفيد من الوقت، يراوغ عندما يكون هناك إنجازات، بعدها يأتي ويقول بأنه سوف يلتزم بالمقررات التي خرجت عن محادثات يعني أستانا. السؤال، هل من الممكن أن نكون على مشارف معركة مقبلة في إدلب؟ كل الاحتمالات موجودة. موضوع المعركة في ريف إدلب ومدينة إدلب صراحة هي بالخطط العسكرية منذ أن كنا في المعركة الأخيرة في مدينة سراقب، ولأن الجيش العربي السوري والقيادة السورية لا تأمن يعني لأردوغان وسياساته، منذ تلك اللحظة هناك تحصينات عسكرية، وهنا لا أفشي سرا، هناك تعزيزات عسكرية وهناك استعدادات لخوض المعركة. المعركة مرتبطة بالقرار، يعني عندما يكون هناك تجاوزات كثيرة وعندما يكون هناك يعني تصل الفرص إلى طريق مسدود، عندها تبدأ هذه المعركة التي من المفترض أنها قائمة بكل الاحتمالات، لأنه المجموعات الإرهابية حتى الآن لم تستطع، لا التركي يقول بأنه استطاع أن يضبطها، ولا هي تقول بأنها سوف تلتزم بما تم الاتفاق عليها أو تخرج من تلك المناطق. لذلك احتمالية العمل العسكري قائمة، لها علاقة ببعض الاستحقاقات، لها علاقة ببعض المتغيرات، لكنها ضمن الحسابات. طيب. قبل أن نعود إلى السياسة، ماذا أيضا عن المنطقة الشمالية الشرقية؟ يعني طبعا المنطقة الشرقية والجزيرة السورية كما تعرف يعني هي منطقة تواجد الاحتلال الأمريكي، الاحتلال التركي، المجموعات المرتبطة بالأمريكي قصد، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة المرتبطة بالتركي، هناك خليط موجود في تلك المنطقة. وحتى عندما دخل الجيش السوري خلال الأشهر الماضية تقريبا منذ حوالي 8 أو 9 أشهر، عندما كنا في معركة الرقة ودخل وصولا إلى منطقة عين عيسى إلى الحدود، كان الهدف هو أن لا يتمدد التركي ويقوم بالدخول إلى تلك المناطق وتصبح المناطق شبيهة لمنطقة عفرين عندما دخلت المجموعات الإرهابية ونكلت بأهالي عفرين. دخل الجيش السوري إلى المناطق الحدودية، لكن تبقى القواعد الأمريكية وتبقى الانتهاكات الأمريكية، ونحن الآن أمام استكمال للحرب. يعني ما يجري الآن من حرق محاصيل، ما يجري الآن من عمليات سرق النفط أمام أعين يعني المواطنين هناك. أعتقد أنه هذا الأمر كذلك بكل صراحة أقول لك بأنه سيولد مواجهة مباشرة خلال الفترة القادمة، وهذا ما أكدت حتى عليه القيادة السورية بما يتعلق بالمقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية. بالعودة إلى السياسة، هذا الأسبوع كثر الكلام في الإعلام عن مصير الرئيس الأسد وانتهاء المهلة الروسية الممنوحة له، ما المعطيات بهذا الشأن؟
يعني انت سيد العارفين بهذا الامر، هذا الموضوع ليس بالموضوع الجديد منذ بدايه الحرب في سوريا، ونحن امام فبركات اعلاميه كثيره يوميا بيحكوك انه هذا الخطاب يخطبه الرئيس الاسد من البارجه الروسيه، هذه المره خرج من سوريا، المره الثانيه مدري وين راح. يعني هذا الامر اعتقد بانه هذا السلاح او هذا الاسلوب اصبح من الاساليب التي يضحك عليها الشعب السوري. لا يوجد هناك، انا اقول لك بكل صراحه، مش عم بحكي اعلاميا هنا، اتحدث معلومات وموجود على ارض الواقع، لا يوجد هناك اي شيء من هذا القبيل، وكل ما يقال في هذا الموضوع عن مهل وعن تنحي وعن احتماليات وما شبه ذلك كله كذب وافتراءات ومحاوله ممارسه الضغط النفسي والحرب النفسيه والحرب الاعلاميه بالتزامن مع محاوله تحريك الشارع الذي كانت خلال الفترة الماضية المرتبطة بالوضع الاقتصادي. سريعا بس لضيق الوقت، بالانتقال لملف العلاقات اللبنانية السورية، ثمة أسئلة كثيرة عن سبب تأخير فتح الحدود بين البلدين، هل هنالك معطيات أو معلومات بهذا الشأن؟ شوف، هذا الأمر يعني البعض ربما يقول بأنه مرتبط بالسياسة، أنا أعتقد بأنه صحيح الآن أصبح أكثر مرتبط سياسيا، له علاقة ببعض الترتيبات، لكن الحدود هي كانت حدود مفتوحة حتى جاء فيروس كورونا، وكان هناك إجراءات من كلا البلدين اتخذت في هذا السياق. هون كمان عم بحكيك معلومات، في شهر رمضان كان من المفترض أن تفتح الحدود بطريقة يعني لبعض الجهات، بمعنى أنه رجال الأعمال، التجار، المسافرين، من ثم عاد وانتشر فيروس كورونا بمرحلة ثانية في لبنان عندما جاء اللبنانيون من الخارج، تم مسألة تأجيل هذا الموضوع. اليوم هناك لقاءات تعقد في هذا السياق، ستفتح الحدود خلال الفترة القادمة إذا تم ضبط موضوع انتشار فيروس كورونا، لأنه كما تعرف حتى في سوريا اليوم نحن أمام انتشار إلى حد الانفجار مقبل بكورونا. أكثر يعني أكثر من بداية حتى الفيروس، وكان هناك سائق من الأردن جاء، وكان هناك بعض السوريين الذين دخلوا عبر الحدود الى ايضا سريعا لكي نناقش جميع المواضيع، تم موضوع اخر مطروح وهو التهريب بين لبنان وسوريا، هل هنالك اجراءات سوريه بهذا الاطار؟ يعني عن اغلاق المعابر غير الشرعيه؟ هذا الامر يعني هو كذلك محل سجال سياسي، كما تعرف اولا لا يمكن ضبط الحدود 100% في اي مكان في العالم بين أي دولتين، فكيف إذا كان هناك تداخل، وهذا التداخل كبير جدا بين الدولة السورية والدولة اللبنانية. هناك إجراءات الآن تتخذ من الجانب السوري، كما هناك إجراءات تتخذ من الجانب اللبناني، وانتشر الجيش اللبناني في الكثير من النقاط، إن كان على حدود الهرمل القصير وإن كان في بعض المناطق الأخرى، بالإضافة إلى اللقاءات الأمنية التي تعقد بين الجانبين. كان هناك زيارة قبل فترة اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا للحديث كذلك عن موضوع الحدود وتنسيق عمل فتح الحدود، بالإضافة إلى ضبط المعابر. هناك إجراءات متخذة من قبل الجانبين للحد من عملية لنقل التهريب أو نقل البضاعة أو غير ذلك، لكن أنا أقول لك بكل صراحة لا يمكن إغلاق الحدود كليا، لأنه بالأساس هناك عشرات العوائل الموجودة داخل الأراضي السورية في المناطق المشتركة من ناحية حوش السيد علي، من ناحية حاويك، من بعض المناطق الأخرى، هذه مناطق داخل العمق السوري وسكانها لبنانيون، وهذا الأمر ولهم أقارب في لبنان ويدخلون ويخرجون منذ عشرات السنين. هذا الموضوع لا يمكن لأي إجراء سياسي أن يفصل بين شعبين هم شعب واحد ودولة واحدة. طيب، وإجراءات واحدة. يعني بأقل من نص دقيقة، هل هنالك معلومات عن أي تواصل سوري لبناني لمعالجة الأزمات الواقعة حاليا؟ يعني لاتفاقيات مقبلة بين البلدين؟ الآن هناك حديث عن بعض الاتصالات التي جرت مع السفارة السورية في لبنان له علاقة بموضوع الكهرباء. الاتصالات كاتصالات خصوصا المجلس ما يسمى يعني تنسيق العلاقات بين لبنان وسوريا لم يتوقف أبدا، هناك عمليات تواصل مستمرة، وأعتقد بأنه خلال الفترة القادمة
إذا لم يكن هناك نوع من وحد إذا صح التعبير للممارسات الأمريكية، إن كان باتجاه لبنان أو اتجاه سوريا، سيكون هناك إجراءات تتخذ وسيكون لها التأثير الإيجابي على لبنان. الصحافي حسين مرتضى، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من دمشق. الآن نعود إليك رواد. شكرا لك إياد ولضيفك. مشاهدينا، بتذكر بنتيجة تصويت على تويتر، هل أنتم مع عودة سعد الحريري بشروطه لرئاسة الحكومة؟ النتيجة هي 91% كلا، 9% نعم. هيك بنوصل لختام حلقتنا لليوم. بدي أشكر ضيوفنا، أول شيء النائب سليم السعادة معن الحزب السوري الأوم الاجتماعي بالفقرة الأولى، الصحفيين داوود رميل وغسان ريفي بالفقرة الثانية، والصحافي حسين مرتضى بالفقرة الثالثة. لهم نوصل لختام حلقة بالمباشر لليلة. موعدنا بجدد الأحد المقبل 10 إلى ربع المساء.